أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. إخوان السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جينا لهذه الوقفة بالمناسبة ديال اليوم العالمي للأشخاص وضعية إعاقة اللي يخلدوا العالم يوم 3 ديسمبر من كل سنة. جينا لهذه الوقفة باش نعبروا على المعاناة ديالنا والمتطلبات ديالنا وعلى الحقوق ديالنا اللي هذه شحال هذه من عام وهي الدولة المغربية ما بغاتش تشوف فينا بواحد الواقعية وتهتم بهذا الملف ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هذه سنوات والناس بواحد التهميش بواحد الإقصاء وأي حكومة جات كتمشي بحال كدوز الفترة ديالها وكتمشي بحالاتها وكيخليو الملف ديال الأشخاص وذوي الإعاقة على الهامش. لهذا الغرض حنا استغنينا على الجمعيات واستغنينا على المنظمات وجاو الأعضاء وجاو الأشخاص وذوي الإعاقة شخصيا باش يعبروا على الحقوق ديالهم والمتطلبات ديالهم في هذا اليوم العالمي للأشخاص وذوي الإعاقة. حنا عينا من الاستغلال، عينا من التمييز، عينا من الإقصاء. هذا الشيء طلع لنا في راسنا. حنا بغينا واحد الحل جذري وبغينا الحقوق ديالنا اللي كيضمن لنا الدستور المغربي والمواثيق الدوليه تنفذ على ارض الواقع. هاد الناس كيحتاجوا للشغل، كيحتاجوا للصحه، كيحتاجوا للتعليم. كاينين اطفال اللي في وضعية اعاقه محرومين من الولوج الى المدارس. كاينين اشخاص وضعية اعاقه اللي كيمشيو للمستشفيات كيبقاو يساينوا وما كيديها فيهم حتى شي واحد. حنا بغينا نوجدوا حل جذري لهذا الملف ديال الاشخاص وضعية اعاقه. وكاين واحد القضيه اخرى هي البطاقه ديال الشخص وضعية اعاقه. هذه 21 عام وحنا كنتسناوها وباقا ما خرجتش الارض الواقع. شالينا التهميش وشالينا الاقصاء. كل ملفات كتفكر فيهم الدولة المغربية، كل فئات كتفكر فيهم الحكومة المغربية، إلا الفئة ديال الأشخاص وذوي الإعاقة من شال واحد الدرجة ما كتصورش. وهذا الشيء بغينا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية باش نفضوا الغبار على الملف ديال الأشخاص وذوي الإعاقة. والسلام عليكم ورحمة الله.